أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات للصف السابع على بركة الله. طبعاً أعزائي الطلاب، آخر حاجة في الحصة السابقة اللي هي كانت تكلمنا عن الكسور المتكافئة، وعرفنا معنى الكسور المتكافئة هي مجموعة كسور تكون القيمة واحدة ولكن الصورة مختلفة، واخدينا أمثلة كيف نقدر نخلي كسور إنها نعرفها هل هي متكافئة أم لا، كيف نختصرها أو يعني نقسمها أو نضربها. وكان هذا آخر مثال، إن شوفوا معي إن 6 على 12 اختصرناها عطتنا نص، 3 على 6 عطتنا نص، وبالتالي هذه كسور متكافئة، يعني اختصرناها لأبسط صورة عطتنا نفس الكسر. ناخذ توا أمثلة على الكسور المتكافئة. شوفوا معي المثال الأول، يقول لك أكمل الفراغات للحصول على كسور متكافئة. شوفوا معي عندي 3 على 4 باهي تحول لكسر مقامه 8، معناها شن صار للأربعة؟ انضربت في 2. وشن قلنا احنا يا أعزائي الطلاب؟ إن لما بنحول الكسر إلى كسر مكافئ، أيوة شن ندير؟ أيوة إني نضرب البسط والمقام في نفس العدد. إذا شوفوا تمريني أنا مثالي، إن المقام نضرب في كم؟ في 2 باش أعطانا 8، معناها حتى البسط نضربه في 2، يعني 3 في 2 تعطينا 6. إذا شوفوا معي، نلاحظ أن المقام ضرب في 2، فإن نضرب البسط في نفس العدد. أيوة شوفوا الأربعة انضربت في 2 أعطتني 8، إذا حتى 3 نضربها في 2 باش تعطيني 6، وبالتالي الفراغ هنا كم حيكون؟ حيكون 6 على 8، يعني الكسر 3 على 4 يكافيه الكسر 6 على 8. نشوفوا اللي بعده، عندي اللي هو 2 على 5 باه المقام شني؟ 10، معناها الخمسة انضربت في 2، إذا حتى 2 نضربها في 2 شو بتعطيني؟ 4. شوفوا معايا اللي خلاها 10 إن الخمسة انضربت في 2، إذا حتى 2 شنو ندير لها؟ نضربها في 2، زي ما قلنا البسط والمقام نضربها في نفس العدد، يعني كأني ضربت في 1، وبالتالي 4 على 10، إذا الكسر 2 على 5 هنا حيكون 10 اللي هي 4 على 10، النقطة أنا 4 على 10 هنا اللي هي العشرة شني من 2 ولت 10، معناها انضربت في 5، إذا المقام نضربه في 5، 5 في 5 ب 25، إذا هنا حيكون فراغ 4 وهنا حيكون كام؟ 25. شوفوا الإجابة اللي هي 4 وهنا 25، زي ما قلنا اللي نضربه في البسط نضربه في المقام، واللي نضربه في المقام نضربه في البسط، فنشوف هنا شن صار للمقام. لو عندي المقام معلوم نشوف شن صار لما التغيير انضرب، أو ممكن بطريقة تانية ممكن اختصار أعزائي الطلاب. شوفوا معي نفس الطريقة، المرة هذه عندي 8 64، يعني المرة هذه المثال على البسط، إن البسط هو اللي انضرب. انضرب في كم؟ 8 في 8 أعطتني 64، إذا حتى السبعة نضربها في 8، 7 في 8 بكم؟ 56، إذا 8 على 7 شن أعطانا؟ 64 على 56، إذا ممكن نشوف البسط التغيير اللي فيه، أو نشوف المقام التغيير اللي فيه، وزي ما قلنا ممكن يكون انضرب أو ممكن حتى قسمة يا أعزائي الطلاب. عندي تمرين آخر، إذا كل على الضرب هنا، 12 ولت 36، يعني شن اللي نضرب في ال 12 36؟ باهي ممكن نبي نعرف لما تجيني أعداد كبيرة ما نقدرش نطلعها على طول نقول 12 نضربها في 3، عدد كبير شن اللي نضرب فيه؟ فهني حندير عملية عكسية، عكس الضرب شني؟ قسمة. إذا نرجع شن اللي نضرب في ال 12 باش أعطاني 36؟ ناخذ ال 36 وشن ندير لها؟ نقسمها على 12 يطلع لي العدد اللي نضرب فيه. إذا ال 12 نضربت في 3 معناها ال 11 نضربها في 3 حتعطيني 33، باهي وهنا العاكس المقام من 11 ل 55، معناها ال 11 نضربت في 5، إذا حتى 12 نضربها في 5، 12 في 5 بتعطينا 60، إذا شوفوا الفراغ أنا 33 وأنا 60. إذا زي ما قلنا نشوف التغيير مرات في البسط، مرات في المقام، تغيير ضرب، وزي قلنا ممكن يكون تغيير قسمة. باهي نشوفوا توا التمارين اللي هي يقول لك عبر عن الأعداد الآتية في أبسط صورة، الأعداد الكسرية، هذه أعداد كسرية، شفتوا؟
لأن عندي شني عندي 2 عدد صحيح و4 على 6. هذا يبي في أبسط صورة. أبسط صورة معناها شني أعزائي؟ لما نضع الحاجة في أبسط صورة يعني بنحذف العوامل المشتركة ما بين البسط والمقام. إذا نشوفوا معاي، عندي اللي هي 4 و6، شن العوامل المشتركة؟ 4 شن عواملها؟ خديناها الدرس على عوامل ولا لا؟ أي نرجعوا له. 4 شن عواملها؟ 2 و2، 2 في 2. 6 شن عواملها؟ 2 و3، 2 في 3. إذا شن العوامل المشتركة اللي هي 2؟ إذا حذفنا 2 شن يفضل لي؟ 2 على 3. إذا 2 و4 على 6 لما نختصرها لأبسط صورة تعطيني 2 على 3، يعني حذفنا العوامل المشتركة. شوفوا معاي، اللي هي شوفوا معاي 4 على 6 عبارة عن شنو؟ 2 في 2 على 2 في 3. وحذفنا العوامل المشتركة 2 و2 اللي هي 2 على 3. بمعنى آخر نقولوا شنو اللي يقبل القسمة على 2 على 4 في نفس الوقت يقبل القسمة على 6 اللي هو العدد 2، هو القاسم، هو العامل، هو اللي بنحذفه. إذا مباشرة بمجرد النظر نقول 4 على 6 شنو العوامل أو بمعنى آخر القواسم المشتركة ما بين 4 و6 اللي هي 2، فنحذفها فنقول 4 قسمة 2 2، و6 قسمة 2 3، ونحط الناتج 2 على 3. باهي نشوف اللي بعدها 7 و15 على 35. ال15 وال35 شنو القواسم المشتركة أو بمعنى آخر العوامل المشتركة؟ يعني بمعنى آخر اللي يقبل قسمة على 15 وفي نفس الوقت يقبل قسمة على 35 اللي هي 5. إذن بنحذف العامل المشترك ما بين البسط والمقام اللي هو العدد 5. شوفوا معاي مكتوب 5. إذن 15 قسمة 5 بتعطيني 3، 35 قسمة 5 بتعطيني 7. إذن الناتج شوفوا معاي اللي هو 7 و3 على 7، يعني هذه هي أبسط صورة. اختصر كل من الكسور الآتية لأبسط صورة. 16 على 24 نفس الطريقة زي ما قلنا بدري، نأخذ القواسم المشتركة أو العوامل المشتركة ما بين 16 وال24. شن اللي يقبل قسمة على 16 ونفس الوقت يقبل قسمة على 24 اللي هو العدد 8. نأخذ تو التمرين اللي هو يقول اختصر كل من الكسور الآتية لأبسط صورة. أبسط صورة يعني بنحذف القواسم المشتركة بين البسط والمقام اللي هو بمعنى آخر زي ما قلنا العوامل المشتركة. أعلى عامل مشترك ما بين 16 وال24. خدينا احنا في الدرس العامل المشترك الأكبر. إذن 16 وال24 يشتركوا في 8. إذا قسمناه على 8، 16 قسمة 8 2 و24 قسمة 8 3. إذن الكسر 16 على 24 في أبسط صورة 2 على 3، يعني اختصرناه لحد ما عادش فيه عوامل مشتركة بين البسط والمقام. نفس الطريقة 72 على 81. إذن شني أعلى عامل مشترك ما بين 72 وال81 اللي هو العامل 9. إذن احذفنا العوامل المشتركة اللي هي 9، فأصبحت 72 قسمة 9 8، 81 قسمة 9 9. إذن الكسر 72 عليه 81 شن بيساوي لنا في أبسط صورة؟ 8 عليه 9. إذن اختصار في أبسط صورة يعني حذف العوامل المشتركة، أعلى عوامل مشتركة بين البسط والمقام. إذا نشوفوا الملحوظة هذه، يقول لك مما سبق نستنتج أنه عند وضع الكسر في أبسط صورة نقوم بتقسيم البسط والمقام على نفس العدد. شنو هو نفس العدد؟ اللي هي العامل المشترك الأعلى بين البسط والمقام، عوامل مشتركة يعني موجودة في البسط وموجودة في المقام، وبالتالي نقول عليها نفس العدد. باهي نجول التمرين اللي بعده، يقول لك وضح ان 14 على 42 و16 على 48 كسران متكافئان. اذا كسران متكافئان يعني نفس القيمه واختلاف الصوره، فلما نختصرها لابسط صوره يعطيني نفس الكسر. ايوه مش قلنا بدري شويه لما خدينا ايجاد كسور متكافئ ان ضربنا البسط والمقام ولا لا؟ قلنا ممكن ناخذ العكس القسمه ولا لا؟ ايوه هنا خدينا قسمه. اذا 14 على 42
قسمناها على 14 في 1 42 على 14 في 3 ب 16 على 48 على 16 في 1 على 16 في 3 إذن شفتوا كسر 14 على 42 فأبسط صورة ثلث 16 على 48 فأبسط صورة ثلث معناه الكسران شني متكافئان إذن هادو شني كسران متكافئان اللي بعده 36 على 48 و 63 على 84 إذن 36 على 48 نختصرها لأبسط صورة اللي هي قسمناها شني القاسم المشترك بين البسط والمقام الستة إذن 36 قسمة 6 أعطتني 6 و 48 قسمة 6 أعطتني 8 مازال مازال في عامل آخر اللي هو 2 قسمناه مرة ثانية أعطتنا 3 عليه 4 إذن أعزائي الطلاب لما بناخذ الكسر بنضعف في أبسط صورة مش بالضرورة نمشي لأعلى قاسم مرة تكون أعداد كبيرة وما نتذكرهاش إذا ممكن نبدأ بالعوامل الأولية العوامل الصغيرة ممكن نبدأ باثنين وبعدين نمشي للي بعدها لثلاثة وبعدين شوفوا في أي طريقة تساعدكم المهم في النهاية نوصل لكسر في أبسط صورة بمعنى ما فيش عامل مشترك ما بين البسط والمقام نفس الطريقة 63 شوفوا قسم على 3 وبعدين عليه 7 إذا أعطتني 3 عليه 4 يعني بمعنى 63 وال 64 أعلى عامل مشترك بيناتهم هو ال 21 من 3 في 7 ولو قسمنا على ال 21 تعطينا 3 على ال 21 تعطينا 4 إذا 3 عليه 4 المهم في النهاية نختصر بأي طريقة تساعدني لن نوصل لأبسط صورة كيف نوصل بأبسط صورة؟ اختصرت بأعلى عامل اختصرت بالعوامل المشتركة أصغر عامل نمشي لعوامل أخرى مش مهم المهم نوصل لكن طبعاً الأفضل أني نمشي لأعلى عامل وبالتالي المهم نوصل لأبسط صورة هذه أبسط صورة خيرهم الكسرين متساويين معناه الكسران شني متكافئان التمرين اللي بعده يقولك وضح أن الكسور الآتية متكافئة يعني نبي نشوف الكسور الآتية متكافئة شوفوا معاي هنا شنو الحل أن الواحد الصحيح وستة على تسعة يعني هذا شنو نسميه أيوة نسميه عدد كسري تحول لخمستاشر على تسعة اللي هو تحول إلى إيش كسر غير فعلي إذا ناخذ العدد الكسري ونحوله إلى كسر غير فعلي أيوة شوفوا معاي اخديناها ولنا ان ناخذ المقام نضربه في العدد الصحيح ونجمع على البسط 9 في الواحد 9 زائد 6 15 على المقام بعدها نختصرها لابسط صوره اذا عليه 3 فيها الخمسة على 3 في 3 اذا اعطاني 5 على 3 ناخذ الكسر الثاني نفس الطريقه عدد كسري نحوله الى كسر غير فعلي 3 في الواحد ب 3 زائد 2 5 على 3 اذا لاحظوا 1 و6 على 9 واحد واثنين على ثلاثة لا حولناهم أعطتنا خمسة على ثلاثة وخمسة على ثلاثة إذا الكسران هادو خيرهم متكافئان ترى ركزوا معاي شوية أعزائي الطلاب وشوفوا الكسرين شنو إحنا قلنا التكافؤ أيوة التكافؤ إن القيمة واحدة ولا لا لكن الصورة مختلفة باهي شوفوا معاي توا هذه الأعداد الصحيحة واحد واحد معناها نفس القيمة ولا لا إذا نقدر نشتغل على الكسرين بس اللي هو 6 على 9 و2 على 3 نقدر بدل ما نحلها بالصورة هذه ناخذ 2 على 3 ونحطها في صورة 6 على 9 شنو يحول 2 إلى 6 يعني نضربت في 3 إذا نضرب هنا في 3 وهنا في 3 2 في 3 ب 6 و3 في 3 ب 9 إذا يصبح 1 و6 على 9 1 على 6 على 9 إذا الكسران متكافئان إذا ممكن نحلها بالطريقة هذه أعداد صحيحة نفس الأعداد معناها نفس القيمة نجي نشتغل على الكسور بدل ما نحول من عدد كسري إلى كسر غير فعلي ونختصره ممكن نحله بالطريقة هذه باه شوفوا معاي توا عندي 44 عليه 16 و2 و3 4 إذا 44 عليه 16 نختصرها تعطتني 11 عليه 4 و2 و3 أرباع أعطتني حتى هي 11 على 4 إذا الكسران متكافئان إذا الكسران متكافئان باه ممكن أعزائي الطلاب باي نختصر نجي الكسر هذا
11 وعلى 4 بدل ما كسر غير فعلي نحط عدد كسري 11 قسمة 4 2 وشن يفضل من 11 اللي هي يفضل لي 3 3 على 4 إذا يطلع نفس القيمة 2 و 3 4 يعني عملية عكسية بدل ما ناخذ اللي هو العدد الكسري ونحطه إلى كسر غير فعلي ممكن العكس الكسر غير فعلي ونحطه في صورة عدد كسري فإذا كانت طلعت الأعداد الصحيحة متساوية والكسور متساوية معناها الكسران متكافئان. توا نجي لمقارنة الكسور. إذا عرفنا الكسور المتكافئة الكسور المتكافئة هي نفس القيمة واختلاف الصورة. توا نجي لمقارنة الكسور يعني بنقارن بالكسرين. مقارنة معناها ممكن يكون أكبر ممكن يكون أصغر ممكن يكون يساوي. شوفوا معي شوف المثال هنا شن عندنا هذه شن تمثل هذه الحاجة كاملة خدينا منها ثلاثة أجزاء يعني ثلاثة أرباع. هذه حاجة كاملة خدينا منها جزء يعني ربع. شن بنقارن يعني شو بتلاحظوا هذه ثلاثة أرباع يعني الحاجة خدينا ثلاثة أرباعها هي نفس الحاجة خدينا ربعها معناها الربع خيرة أصغر من ثلاثة أرباع. وبالتالي كيف نقارن؟ حنكتب ربع علامة أصغر من ثلاثة أرباع. إذا بنقارن معناها يا علامة أكبر من أو أصغر أو تساوي. هذه اللي هي قلنا ربع أصغر من ثلاثة أرباع. شوف اللي بعدها أيوة يقول لك ملحوظة يعني لاحظ إن شو بندير عندما تنقسم الأشكال إلى عدد من الأجزاء المتساوية وتكون المقامات متساوية فإن نحتاج فقط إلى مقارنة البسوط فنلاحظ إن الكسرين ربع وثلاثة أرباع يعني المقامات متساوية بمعنى الحاجة قسمناها إلى أجزاء متساوية وبالتالي هنا نشوف ننظر للبسط إذا كان البسط الأصغر معناها خدينا أجزاء أقل بمعنى إن قسمناها أربع أجزاء والثانية زيها أربع أجزاء هذه خدينا منها جزء والثانية خدينا منها ثلاثة إذا اللي خدينا منها جزء أصغر أقل اللي هي إذا ربع أصغر من ثلاث أربع. إذا باش نبي نقارن من بين الكسور اللي هي نشوفه أكبر من أو أصغر من أو تساوي ناخذ نخلي المقام متساوي. إذا تكون المقامات شني متساوية لما تكون مقامات متساوية ننظر للبسط اللي بسطة أصغر معناها قيمتها أصغر وبالتالي شوفوا معي الربع بسطة أصغر معناها الربع أصغر من ثلاث أربع. إذا لازم باش نقارن إن تكون المقامات متساوية ثم ننظر للبسط. باهي أعزائي الطلاب ممكن واحد منكم يفكر باهي يقول هل تجي إن نساوي البسط وننظر للمقام؟ تو احنا شو قلنا؟ قلنا إذا كان المقام متساوي ننظر للبسط ولا لا؟ اللي بسطه أصغر معناه يكون الكسر أصغر. ممكن أي واحد منكم يسأل يقولوا باهي لو سوينا البسط شوفوا معي ترى نشوفوا زي ما قلنا أعزائي الطلاب إن لما بنجي نقارن لما تكون المقامات متساوية يعني ننظر للبسط اللي بسطه أصغر كسره حيكون أصغر. زي قلنا ممكن واحد يسأل يقول باهي لو البسط متساوي فشوفوا معي لو أخدينا كسر وقلنا مثلا 4 على 7 وكسر ثاني 4 عليه مثلا 9 من حيكون أكبر أعزائي الطلاب؟ شفتوا البسط متساوي ولا لا؟ لكن المقام إذن لما يتساوى البسط كيف ممكن نقدر نقارن؟ الحاجة الكاملة أعزائي الطلاب اتجزأت إلى كم جزء هنا؟ إلى 7 أجزاء. باهي هي نفس الحاجة هنا اتقسمت إلى 9 أجزاء معناها هل كبر الجزء الواحد متساوي؟ طبعا لا هنا الجزء اللي تقسم 7 أكبر من اللي تقسم 9 زي مثلا لو ناخذ قطعة شوكولاتة نفس القطعة نقسمها إلى 7 أجزاء ولا نفسها نقسمها إلى 9 أجزاء معناها الجزء الواحد حيكون أصغر ولا لا؟ في التسعة إذا هنا الأجزاء أصغر
وهنا الأجزاء أكبر، لكن خديت نفس العدد، إذن من اللي تكون كميته أكبر؟ اللي أجزاه أكبر، وبالتالي الكسر 4 ل 7 حيكون أكبر، إذن وهذا حيكون أصغر. إذن شوفوا زي ما قلنا لما نساوي المقام ننظر للبسط، اللي بسطه أصغر معناه خدينا أجزاء أقل من نفس النوع من الأجزاء، إذن اللي بسطه أصغر حتكون كسرة أصغر. والعكس لو سوينا البسط معناه خدينا عدد أجزاء متساوية، لكن كحجم ككبر الجزء اللي مقامه أكبر حيكون جزء أصغر، معناها حيكون اللي مقامه أكبر الكمية أقل. إذن أعزائي الطلاب يعني نقدر ندير مقارنة بالبسوط أو بالمقامات، لما تتساوى المقامات ننظر للبسوط، البسط أصغر معناها الكمية أصغر. باهي لو سوينا البسوط ننظر للمقامات، اللي مقامه أكبر معناها الكسر أصغر. إذا مش بالضرورة أعزائي الطلاب ديما ننظر للمقام، لا، لو المقامات متساوية ننظر للبسط اللي أصغر حيكون الكسر أصغر. باهي لو لقينا العكس نقدر نساوي البسط وننظر للمقام، إذن اللي مقامه أكبر حتكون قيمته أصغر. أيوة هذه نقدر نقارن يا إما المقام يا إما البسط. شوفوا معي هنا يقول لك لمقامات مختلفة، إذن تو احنا بدري شوية شو قلنا، لازم إن يا إما مقامات متساوية ننظر للبسط، زي ما قلنا مقامات متساوية معناه اللي بسطه أصغر قيمته أصغر، كسر يكون أقل، أو العكس ممكن ننظر للبسوط، إذا كان البسوط متساوية ننظر للمقام، المقام اللي أكبر حيكون الكسر أصغر. باهي لو مثلا تجيني كسور، شوفوا معاي هذه مقاماتها خيرها مختلفة، إذن عندي ممكن تجيني كسور مقاماتها مختلفة ونبي نقارن، نبي نعرف من الأكبر من الأصغر. إذن هنا شوفوا معي 5 8 3 4 بالرسمة واضح، واضح هذه أكثر، شوفوا المساحة اللي هنا وشوفوا المساحة اللي هنا، إذن واضح 3 4 أكبر من 5 8. أيوة لكن لما بنحلها رياضيا من غير رسم، إذن لازم في خطوة، شوف بدل ما هي الصورة، إذن نبدلهم بكسرين متكافئين، اللي هي نجيب كسر مكافي لثمان اللي 5 8 وكسر يكافي 3 4. لكن شنو المفروض يكون الكسرين؟ زي ما قلت لكم ينساوي المقام ينساوي البسط، إذن لكن هنا قال لك بجعل الكسرين لهما نفس المقام، إذن نجعل الكسرين لهم نفس المقام، لكن مرات يجيني نقدر نخلي البسط نفسه عادي. أيوة إذن لما تجيني كسور مختلفة لازم هالكسور المختلفة أول حاجة كل كسر نوجد له كسر مكافي له، بشرط هالكسور المكافية اللي بنوجدها إن تكون مقاماتها متساوية باش نقدر نقارن، وزي ما قلنا ممكن يكون البسوط متساوية ونقدر نقارن. شوفوا معاي أمثلة، يقول لك حدد أي كسرين أكبر، إذن عندي 2 على 3 أو 5 على 6. إذن زي ما قلنا باش نبي نقارن لازم ينساوي البسوط ينساوي المقام، هنا من الأسهل لي؟ بنساوي المقام، إذن ناخذ 2 على 3، شوفوا معاي هذه 2 على 3، ترى قولوا لي شو بنديروها؟ بنخلي مقامها زي المقام هذه 6، معناه بناخذ كسر مكافي ل 2 على 3، إذن شوفوا معاي 2 على 3 نجيب لها كسر مكافي اللي هو اني نضرب في 2 على 2 اعطتني 4 على 6، اذا الكسر 4 على 6 اهو هذا 4 على 6، هذا كسر مكافي ل 2 على 3 يعني نفس القيمه، اذا هذه حتتغير صورته وبدل 2 على 3 حتولي 4 ل 6. ايوه وبتصبح مقاماتهم متساويه. ايوه شوفوا معي 2 على 3 هي هذه 2 على 3 حطيناه في صورة 4 ل 6 كسر مكافي لهم، والكسر الآخر اللي هو 5 ل 6 إذا نهم هذه الكسرين مقامات متساوية، إذا خلينا المقامات أعزائي الطلاب متساوية. باهي بعد ما نخلي المقامات متساوية ننظر لشني؟ أيوة ننظر للبسط، اللي بسطه أصغر معناها قيمته أصغر، إذا 4 ل 6 أصغر من 5 ل 6، وبالتالي الكسر 4 ل 6 حيكون أصغر ولا لا؟
لكن الكسر 4 على 6 مكافي لمن؟ ل 2 على 3. اذا سؤالنا 2 على 3 ولا لا؟ اذا نرجع ونقول 2 على 3 اصغر من 5 على 6. ايوه شوفوا معي. اذا انظرنا للبسوط زي ما قلنا 4 اصغر من 5. اذا 4 اصغر من 5، انا المفروض العلامه اللي هي تكون هنا العدد 5 وهنا عدد 4، او هذه نغيرها لعلامه اصغر من، لان الاربعه اصغر، او طالما موجوده اكبر من المفروض هنا 5 وهنا 4. اذا شوفوا معي 5 على 6 اكبر من 4 على 6، وبالتالي 5 على 6 اكبر من 2 على 3، او ممكن ناخذها بالعكس 2 على 3 شو بتكون اصغر من 5 على 6. الكسر الآخر سدس واثنين على 11، إذا نفس الطريقة عندي 1 على 6 واثنين على 11، حنوحد المقامات. شوفوا معاي نوجد كسر مكافي للسدس واثنين على 12، طبعا لازم تكون مقامات موحدة. شوفوا معاي، إذا 1 على 6 شن درنا له؟ أضربناه في 11 على 11، إذا السدس أعطاني 11 على 6، هذا الكسر الأول. الكسر الثاني 2 على 11، إذا 2 ضربناه في 6 على 6 أعطتني 12 على 66. إذا الكسر الأول سدس كسر المكافي 11 على 6، الكسر الثاني 2 على 11 كسر المكافي 12 على 6. إذا ونقارن بعدها بين البسوط. إذا نلاحظ ال 11 أصغر من ال 12. نفس الطريقة اللي عندي ال 11 علامة أكبر من، نفس الخطأ في التمرين السابق، المفروض هنا 12 وهنا ال 11، أو العكس نغير العلامة أصغر من، لكن أنا مضبوطة 12 على 66 لأن البسط 12 أكبر من ال 11، وبالتالي الكسر 12 على 66، من هو 12 على 66؟ 12 على 66 هو مكافي ل 2 على 11، إذا 2 على 11 هي حتكون أكبر 11 على 66 من الكسر المكافي 1 على 6 اللي هي سدس. إذا في النهاية حنقول شني؟ 2 على 11 أكبر من سدس. باهي عندي ملاحظة هنا أعزائي الطلاب، يعني ممكن مش قلنا بدري ممكن نساوي البسوط ولا لا؟ يعني نقدر نجي هنا السدس ونساوي له البسط، معناها نضربه في 2 على 2 ولا لا؟ يعني هنا تصبح 2 عليه 12، وبالتالي هذا مقام 12 وهذا مقام 11، هذا مقام أكبر معناها حيكون أصغر، إذا السدس حيكون أصغر من 2 على 11، يعني العكس 2 على 11 أكبر من سدس، إذا ممكن أسهل إن نساوي البسوط. هنا يقول لك أكمل مستخدما أصغر من أو أكبر من 5 على 6، نفس الطريقة نوحد، إذا تعطيني 15 على 24 ولا 7 على 12 14 على 24، سوينا المقامات 15 أكبر، إذا حتعطيني اللي هو الكسر 5 على 8 أكبر من 7 على 12. نفس الطريقة 3 على 4 و4 على 5، حنوحد المقامات 4 اللي هي نضربها في الخمسة بتعطيني 20، يعني 4 في 3 ب قصدي نضرب في الخمسة، 5 في 3 ب 15 و5 في 4 ب 20، إذا كسري الأول 15 عليه 20 والكسر الثاني ضربناه في 4 16 على 20، إذا ال 15 أصغر من وبالتالي حنحط علامة أصغر من. هنا عندي سالب 6 على 7 وسالب 19 على 21، نفس الطريقة نوحد المقامات، إذا السبعة نضربها في 3 حيصبح سالب 18 على 21 والثاني سالب 19 على 21، وطبعا بما أنها أعداد سالبة معناها 18 أكبر من 19 لأنها بالسالب، وبالتالي الكسر 18 على 21 اللي هو حيكون أكبر من ال 18 اللي هو سالب 6 على 7 أكبر من سالب 19 على 21. نجي توا يقول لك رتب الكسور تصاعديا أو تنازليا، يعني بنشوف من الأصغر
وبالترتيب من الأصغر إلى الأكبر ومن الأكبر للأصغر. إذا بنقارن الكسور، وبالتالي ناخذ الكسر الأول والثاني والثالث ونخلي مقاماتهم موحدة. إذا بنضرب في المضاعف، نوجد مضاعفهم المشترك الأصغر. إذا نشوف 2 و3 و8 مضاعفهم المشترك الأصغر، أصغر مضاعف لهم هو 24. فالنص ضربناه في 12 على 12 عطتنا 12 على 24، 2 على 3 ضربناه في 8 16 على 24، 5 على 8 ضربناه في 3 15 على 24. إذن الكسر الأول المكافي له 12 على 24، الثاني المكافي له 16 على 24، الثالث المكافي له 15 على 24. مقامات متساوية، بننظر للبسوط 12 16 15، 12 أصغر، ال 16 اللي هي 12 على 24 أصغر من 16 على 24، و 16 على 24 أكبر من 15 على 24. إذن نبي ترتيب اللي هو تصاعدي، نبدأ بالصغير النص، بعدها الخمسة على 8، بعدها التلتين، والتنازلي نبدأ بالكبير تلتين، خمسة على 8 ونص. إذن رتبنا، حددنا من الأصغر، هذا أصغر ولا 16 أكبر، إذن هذه الأصغر، بعدها أكبر وبعدها أكبر، ورتبنا ترتيب تصاعدي وثم ترتيب تنازلي. إذن باش نبي نرتب ونطلع من الأصغر، نقارن بين الكسور. باش نقارن بين الكسور لازم نخلي المقامات موحدة وننظر للبسط، اللي بسطه أصغر يكون أصغر، أو العكس زي ما قلنا ممكن نساوي البسوط اللي مقامه أكبر يكون الكسر أصغر، وهكذا يمكننا نقارن بين الكسور. وإلى هنا أعزائي الطلاب ننهي حصة اليوم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة بإذن الله.